مباشرة من شرق السودان ننتقل أيضا، هو في شرق السودان أيضا، ننتقل للقضارف عبر التي في وباك، الزميل محمد الفاتح مراسل الشروق. مرحبا بك محمد وصباح الخير عليك، ومرحبا بضيفك في هذه المساحة التي تهتم أو تتحدث عن مشروع القضارف عاصمة للشباب السوداني للعام 2018. مرحبا محمد، صباح الخير. صباح الخير يا محمد. صباح الخير داليا، صباح الخير إيمان، صباح الخير على كل المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم للقضارف. كما قدمتي، القضارف تحتفل بالقضارف عاصمة للشباب السوداني للعام 2018، فعالية من المؤمل أن تضفي على القضارف كثير من الأنشطة والبرامج الشبابية، لا سيما أن القضارف رائدة في هذا المجال تحديدا، مجال الشبابي والرياضي والثقافي. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا المشروع معي على الهواء مباشرة من القضارف الأستاذ أيمن أحمد آدم، وهو منسق مشروع القضارف عاصمة للشباب السوداني للعام 2018. أهلا ومرحبا بك أيمن. ألف مرحبا بك الأستاذ محمد، والتحية لك والتحية لكل مشاهدي قناة الشروق. أهلا بك أيمن. عندما يتبادر إلى الذهن القضارف عاصمة للشباب السوداني للعام 2018، العديد من الأسئلة، العديد من الاستفسارات، ماذا تعني هذه التظاهرة الفعالية؟ نعم، يمكن تعني تظاهرة القضارف عاصمة للشباب تهيئة البيئة الخاصة بممارسة العمل الشبابي، البنيات التحتية الخاصة بالشباب، توفير مواعين تستوعب طاقات الشباب المختلفة، برامج وأنشطة أيضا تغطي كل المواهب والبرامج الخاصة بالشباب، وأيضا هنالك التلاقح والتلاقي من خلال القوافل اللي بتتم من ولايات السودان المختلفة. يمكن هذا المشروع يعتبر واحدة من الفرص الكبيرة التي تتاح لكل ولاية يقع عليها الاختيار، فنحن إن شاء الله نفتكر أنه الولايات المحظوظة، وهذه فرصة كبيرة جدا لشباب ولاية القضارف أن نستفيد إن شاء الله من هذا المشروع ونحقق طموحات وتطلعات شباب الولاية إن شاء الله. نعم، الفعاليات الثقافية والشبابية والرياضية من المؤمل، هي بدأت بالفعل يعني حراك المجتمع الكبير، ولكن يتبادر إلى الذهن ماذا بشأن البنى التحتية التي يمكن أن تستفيد منها ولاية القضارف من خلال هذه الفعالية؟ نعم أخي محمد، يمكن هذا من الأسئلة المهمة، والكثيرون يعني يتساءلوا عن أين انطلاقة البنيات التحتية. يمكن طبعا هذا المشروع واحدة من المشروعات القومية الذي ترعاه رئاسة الجمهورية رعاية تامة برئاسة السيد النائب رئيس الجمهورية، ويمكن انطلاقة البنيات التحتية بتتم مع إعلان وتدشين هذا المشروع، وضع حجر الأساس لكل البنيات التي تتم على مستوى ولاية القضارف. يعني لو فصلنا في الموضوع، يعني من المؤمل أن نضيف شنو؟ نعم، يمكن احنا واحده من المشروعات الكبيره اللي احنا نفتكر انه من المشروعات الاستراتيجيه والكبيره جدا، اللي احنا ما بنفتكر انه واحده من المشروعات لشباب ولايه القضارف، انما لمشروعات شباب السودان، هي مدينه الشباب الاولمبيه، المدينه الحلم الواعد ان شاء الله لشباب ولايه القضارف ولشباب السودان. هذه المدينه واحده من المكونات والمواعين الرئيسه التي تستوعب طاقات الشباب، إذا كان في مجال العمل الرياضي أو في مجال العمل الشبابي. الآن انتهت مرحلة التصاميم الكاملة لهذه المدينة، الآن في انتظار إن شاء الله مرحلة التدشين المباشر ووضع حجر الأساس لها. أيضا هنالك مدينة الأحلام السياحية، هذه المدينة يمكن تعمل على مدينة سكنية متكاملة وكورنيش متكامل للشباب. هذه البنيات إن شاء الله ستحدث طفرة كبيرة جدا في مجال العمل الشبابي والرياضي وأيضا السياحي. نعم، يمكن لولاية القضارف إن شاء الله. نعم، هذه المبنى الذي نحن الآن فيه واحدة من الإضافات. نعم، السياحية الجديدة. نعم، في ولاية القضارف. نعم. أيمن، أخيرا، هناك بعض اللغط عن أن الفعالية 2018 على نهايتها، ماذا بشأن التاريخ؟ نعم، يمكن يدور في ذهن الكثيرون أن التاريخ يمكن المحدد 2018 هو تاريخ 31/12/2018 نهاية المشروع، ولكن يأتي انطلاقة المشروع مع تدشين رئاسة الجمهورية لهذا المشروع، مع أخذ في الاعتبار أن هنالك عام كامل إن شاء الله يستمر به المشروع، ثم ينتقل إن شاء الله لولاية أخرى. إن شاء الله موعودين شباب ولاية القضارف بعام كامل إن شاء الله، خلال العام 2019 إن شاء الله سيتم إنفاذ ما تبقى من برامج في خلال ما تبقى من أشهر في العام 2018، وإن شاء الله 2019 إن شاء الله سيتم إنفاذ كافة الأنشطة والبرامج والبنى التحتية لهذا المشروع بمشيئة. إذن نحن الجميع موعودون. نعم، بأن في
هذا ما تبقى من هذا العام والعام المقبل بأكمله هنالك العديد من المشروعات الشبابية والثقافية والرياضية التي من شأنها أن تفعل العمل الثقافي والشبابي والرياضي. الدعوة لجميع شباب السودان، دعوة لكما إيمان ودالية لزيارة القضارف والاستمتاع معنا بهذه الفعالية الكبيرة. شكرا جزيلا. أنا غاية زرتها فتحية عبرك حقيقة لكل يعني أهلنا في القضارف، وبنشكر حقيقة يعني دائما مراسلنا، شكرا محمد الفاتح، شكرا لكل المراسلين دائما بيكونوا واقفين على كل الأمور المهمة التي تنقل يعني الحدث أولا بأول، وعلى المجهودات حقيقة الكبيرة اللي هم بيقوموا بها. نوعا ما بتكون في ظروف صعبة جدا، لكن هو ده العمل التلفزيوني المتميز والبيميز بالتأكيد كل مراسلي قناة الشروق وكل الطاقم. شكرا لك محمد الفاتح على هذا على هذه الاستضافه. شكرا. نعم، التحيه لكل مراسلينا في ولايات السودان المختلفه اللي بيقوموا بمجهودات كبيره جدا وينقلوا الاحداث والفعاليات اول باول لمشاهدي قناه الشروق.